السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، أهلا بالأنيقات الجميلات. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن أحوال، تنسيقة عصرية وجديدة وأنيقة. فإذا كنت مهتمة بموضوع المضام، ما عليك إلا تنضم لهذه القناة وتفعلي جرس التنبيهات باش يوصلك كل جديد. فهنا كما كتشوفوا معايا هاد الميسه هذه اللي هي غزاله ما شاء الله. شوفوا معايا طريقه الخياطه ديالها، شوفوا معايا فصلتها كذلك، هي جات غزاله وانيقه. شوفوا معايا الكمام كذلك كيفاش تخدموا. وهنا موديل اخر كما كتشوفوا معايا كذلك، شوفوا معايا طريقة الخدمة اللي هي غزالة ما شاء الله. شوفوا معايا في الكميمات كذلك كيفاش تخدموا، وفي الأسفل ديال لاشوميز كيفاش تخدمات. فهنا الله فيديو كيقربكم أكثر لهاد البيسة هادي. فهنا بالنسبة للسيدات المحجبات، وهذا موديل اخر كما كتشوفوا معايا اللي جاي مختلف على اللي شفنا من قبل. شوفوا معايا طريقه الخدمه ديالو كذلك. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر للخدمه ديال هاد البيسه هادي. ومشو هاد النوعيه تاع اللباس اللي كيجي مريح كذلك في البيسه. شوفوا معايا الخديمه كيفاش مخدوم، كيفاش ملبوس. شوفوا معايا كذلك اللوينات. شوفوا هاد لاشوميز هادي اللي جات غزاله ما شاء الله. شوفوا معايا الخديمه كذلك كيفاش جات ما شاء الله، جات غزاله وانيقه وعصريه وشي حاجه جديده. شوفوا معايا فلا فيديو هنا كيقربكم اكثر لهاد النوعيه تاع هاد اللباس. ونشوفوا هذا الموديل هذا اللي جاي كذلك مختلف على اللي شفنا من قبل. فكما كتشوفوا معايا شي حاجه جديده وانيقه. شوفوا معايا الخديمه ديالو كذلك كيفاش جات. هنا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاحمر، فكنتمنى لا فيديو يعجبكم. فإلا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب. ونشوفوا هاد النوعيه اخرى بالنسبه للسيدات المحجبات. شوفوا معايا الاناقه كيفاش جات. وهنا نوع اخر كذلك اللي جاي مختلف على اللي شفنا من قبل. وهذا موديل اخر كذلك اللي جاي مختلف على اللي شفنا من قبل. ففي كما كتشوفوا معايا، شوفوا معايا كذلك الخديمه ديالو كيفاش مخدومه. فهنا على فيديو كيقربكم اكثر لهاد البيسه هادي. ونشوفوا هاد البيسه هادي كذلك اللي جايه مختلفه على اللي شفنا كذلك من قبل. شوفوا معايا الخديمه ديالها، شوفوا معايا الخديمه ديال هاد لاشوميز كيفاش جات. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهذا النوعيه تاع هذا اللباس هذا بالنسبه للسيدات المحجبات. فكنتمنى يعجبكم لا فيديو، فكنتمنى تكملوا لا فيديو حتى الاخر هكا باش تعرفوا على
على آخر مكان في الموضة، وبالنسبة للسيدات المحجبات فهذا الفيديو هذا كيستحق المشاهدة، فكنتمنى تكملوا الفيديو حتى الاخر هكا باش تعرفوا على آخر مكان في الموضة.